نضيف نتعرف باسمك ريناد. ريناد، ريناد انت تعملين في احد المطاعم في مدينه الرياض؟ نعم بالضبط، اللي هو مطعم. كيف بديتي يعني العمل في المطعم؟ هذا اول مره تعملين في المطعم؟ اي اول مره اشتغل في مطعم، وصراحه هو مطعم، هذا المطعم مطعم سوق كابر، مطعم مصري، الفرع الاول منه في مصر، والثاني ان شاء الله الحين اللي هو هذا بالرياض، كان افتتحته قبل 3 أيام أو 4 أيام. فصراحة مرة الشغل هنا جميل وممتع، ومرة أنا مبسوطة أني كنت جتني الفرصة وأني أكون جزء من هذا العمل الضخم الرائع. ما شاء الله، أول مرة يعني تعملين أنت؟ أي أول مرة، أول مرة سبق توظفتي فيه؟ لا أول مرة أشتغل في مطعم، يعني سبق عملت يعني أعمال كثيرة بس مش في مطعم، يعني كانت في أماكن غير المطاعم. يعني ما شاء الله، يعني المرأة السعودية يعني تم تمكينها من جميع الأعمال. الحمد لله، الحمد لله، هذا كله بفضل الله، ثم بفضل ولاة الأمر عندنا الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، الحمد لله. رسالة البنات الوطن، يعني الشغل مو بعيد. لا أبدا، الشغل مو بعيد، سواء كان يعني في أي مكان، وبالعكس كل واحدة المفروض تشتغل وهي رافعة راسها، وأنا أشجع كل البنات السعوديات إنه كل واحدة تبحث عن العمل اللي هي تحبه تلقاه، ويعني تلقاه، يعني تلقى نفسها فيه زي ما يقولون. حقيقة يا ريناد أنت ما شاء الله، يعني الكل فخور بك. شكرا والله، أبد والله، أنا ما أسوي إلا واجبي هنا، ويسعدني مرة دائما خدمتكم، وشكرا جزيلا. أنا لفت انتباهي يعني جودة الخدمات، أنا ظننت أني صغير سعودية، لكن ما شاء الله لما شفت أني السعودية وتباشرين الخدمة وتقدمينها بروح، لا والله حقيقة روح مميزة. يعني أحب أشتغل من كل قلبي، وزي ما نعرف كلنا إذا عمل أحدكم عملا يحبون يسقنا، وبالعكس يسعدني أبدا أن يكون في خدمة جميع المواطنين. شكرا لك يا أستاذة ريناد.